مسكين المخزن مرحبا يديني على راسي وعينيا باشا يعطيني رزقي البرائي. ايوا علاش انا نجي نشطر بعاد ريال ونفرتك الجوقه؟ لا وانا عندي رزقي الناس هنا. خاف وما تجاوش معاهم وخاف ان السكينه تجي عنده هنا وان السكينه تجي تحاسبه هنا وتقول له انت رئيس فاشل وانت ما درتش شي حاجه، فاضطر انه يغلق الدوره. لكن بعض المرات كاين اللي كيخدم الضو ساعه ونص ولا ساعتين، حنا ما عندنا اطفال كيحفظوا، حنا ما عندنا ثلاجه، ما عندنا تلفازه، حنا ماشي مواطنين. حنا خاصنا شي واحد اللي قابل المواطن يعطي شغله، اللي عنده مشاريع ديالو يمشي يقابلهم. نقول لك اللي غنقدر نقول هو اولا كمواطن وكفاعل سياسي انا انديت بهذه المساله، بطبيعه الحال طرحت هذه النقطه كنقطه نظام وسولت السيد الرئيس على الاسباب ديال ما، السيد الرئيس قال لي بالحرف جيتو معطلين، فانا الدوره بدات مع 10 فصوتنا، فبغينا نتساءلوا واش كان النصاب القانوني ديال انا تصوتوا على ان الجلسه ما تكونش علنيه، من بعد دخل السيد الباشا وتيقول انا لي دواعي امنيه، ما نخافوا عليه هو هدر الحريات العامه، فاللي كاين هو اننا نحن في بلد ديمقراطيه، بلد ديال الدستور المغربي، فما نجيوش اننا في الوقت اللي بغات لينا لشقاتنا نديروها علانيه او الوقت اللي لشقاتنا نديروها سريه، فهنا تتبقى مساله اهواء وهذا هو الخطر. من حق المواطن ان يراقب سير العمل الجماعي سواء اغلبيه او معارضه، ويدخل ويقيم ويقوم حجم الناس اللي صوت عليهم كيف ما كانوا، هاد الناس اللي عطيناهم الاصوات ديالنا نجيو نشوفوا المستوى ديالهم، نشوفوا الاداء ديالهم، كما قلت حتى احنا كمعارضه جيو شوفوا التدخلات ديالنا، لكن ما يقع طرمية الحال من الاخوان ديال الاغلبيه مع كامل الاسف لا يبشر بالخير، هذا امور لاننا نجيو من الصحافه اللي هي وسيله من وسائل الرقابه وانها تحضر المواطنين، تنعاودوا نقولها عدوا الامانه ديالهم، صوتوا على ذوك الناس من حقهم انهم يراقبوهم، ولكن ما يقع طبيعه الحال احنا ما متفقينش عليه وعبرنا عليه داخل الدوره، لكن مع الاسف تنعاودوا نقولوها لا السلطه المحليه لا السيد الرئيس يقولوا على انهم شافوا ان الامور على ان الدوره خصها تكون بشكل سري، هم اقروا على انهم يديروها، ولكن نديد بهذه المساله دي. انا قلتها في البدايه، نحن في دوله ديمقراطيه، ما يؤثرنا هو القانون، هو الدستور المغربي والدستور واضح، نكيف المادة 48 من القانون التنظيمي 113/14 على أهوائنا كيفما رأينا، تنعاود نقولوها هذا لا يمكن في إطار تراتبية القاعدة القانونية، راه الأمور واضحة، والطالب ديال السنة الأولى والفصل الأول من كلية الحقوق راه تيعرفها، الدستور هو أعلى سلطة في البلاد، عاد تنجيو نشوفوا القوانين الأخرى وتنشوفوا، فالدستور هو الأول، ما نجيو باش أننا نكيفوا المادة 48 على حساب أهوائنا، الدورة الفايتة راكم شتوها الإخوان، كانت الجلسة في الأول من عام بعد تيجي واحد تيتسأل واحد من الإخوان ديال الأغلبية لا راه مفتوحه وعاود نجيو ندخلوا، لانه كانوا يعتقدون ان المواطنين سيمارسون ضغطا على الاخوان ديال المعارضه، احنا جزء لا يجوز، احنا مواطنين اللي بغى يجي يمارس علينا الضغط مزيان اجي ومارسوا علينا الضغط وراقبونا احنا كمعارضه، اليوم شافوا ان الامور ستكون بشكل اخر وان الاخوان يمكن ان الشارع بدا تيفيق وبدا تيوعى وجا اليوم باش ماشي يضغط ولكن باش يمارس حقه على الاخوان ديال الاغلبيه وديال المعارضه، فالاخوان ما لم سرق لهم ذلك فشافوا فاغلقوا الابواب، ولكن نقول واحد المساله ورغم انكم تغلقون الابواب لن تغلقوا الافواه، الناس تتكلم، غلقوا الابواب لكن لن تحجروا على العقول، الناس تتكلم، الناس راها وعات ولات عارفه اشنو كاين، لا الاغلبيه لا المعارضه لا تجي تقوم وتجي تقول وعارفه شكون اللي مع الساكنه وشكون اللي ضد الساكنه، والايام بيننا ونعاونوا نقولوها راه نغمضوا عينينا ونحلوها، التاريخ يسجل والله عز وجل رقيب على الاقوال والافعال. دابا اللي كاينه ومعنا الاخوان دابا ديال الرضا، راه حنا تنشوفوا هذه المساله ديالها وهي النقطه اللي تناقش الان من اجل ربط بعض التجزئات السكنيه بالماء والكهرباء، واننا نسهلوا هذه الماموريه، نتضامن مع الاخوان بطبيعه الحال لانهم اللي شنا واحد الماساه، حنا في 2023 والناس بقات تضوي بالشمع، مساله اللي تحز في القلب ومساله اللي تضرنا احنا كمواطنين وكسياسيين، لان عيب وعار على اننا نشوفوا ان احنا في 2023 وناس بقات تضوي بالشمع، هذا هذه المساله راه ما تتعجب حتى شي حد، اكيد ان القلب يدمع لها، راه احنا كنا دزنا في دور الصبيح وتنسكنوا في دور معاناه كبيره وكبيره جدا، نتضامن معهم ومعنا الاخوان حاليا ديال الرضال، غنحاولوا اننا نضغطوا على هذه المساله باش ان تزويد بعض التجزئات السكنيه، لا دور السمار كذلك، نشوفوا ان الناس راهم بانين بديورهم ومحرومين من الماء والكهرباء، نحن غنحاولوا اننا نمارسوا الاليات ديالنا ديال الضغط والرقابه من اجل حل هذا الاشكال ديال الماء والكهرباء مع الاخوان ديال الرضا. اكيد هو ان المواطنين اصبحوا يلاحظون مشكل ديال التواصل كبير وكبير جدا، سياسه الابواب المغلوقه، تنحظوا غياب الرئيس على تدبير الشان المحلي، المواطنين تيجيو ما تيلقاوش السيد الرئيس حتى ولاو تيقولوا لي راه توحشناك ولاو تيقلبوا عليه، حنا ما تنتوحشوش بطبيعه الحال، ولكن الناس راه ما
برنامج اسبوعي؟ اكيد شوف لا برنامج اسبوعي لا اعتقد المواطنين ممكن انهم ياكدوا لكم هذه المساله هذه غيابه على الجماعه اصبح يلاحظه القريب والبعيد. كورونا كمعارضه هو اننا اليه من اليه التراخف وخذينا نقطه نظام ونبهنا لهذه المساله هذه وقلناها وسجلات في محضر اننا ضد هذه المساله وهذه المساله لا قانونيه ولا دستوريه ونبهنا عليها لكن ما يحكم هو سياسه الاغلبيه بما ان الاغلبيه عندها اغلبيه وصوتت على هذا المقرر ديال المنع فلا يبقى لنا نحن كمعارضه اللي هنا اننا اقليه ما نقول سوى حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين المحبوب محمد فاعل جمعوي ومهتم بالشان المحلي عضو بالمنظمه الوطنيه حقوق الانسان والدفاع عن المقدسات والتوابيت عبر العالم فرع الصخيرات. كنستنكروا لهذا الفعل ديال ان الدوره جينا ما كناش عارفين بان الدوله مغلقه فكنتفاجئوا بان لقينا الدوره مغلقه دون سابق انذار كما كيتقال ف التفسير الوحيد اللي كاين هما الناس انهم فشلوا بانهم الساكنه عندها بزاف المشاكل منها مؤخرا تقريبا ساكنه محجر اسبوعين او ثلاث اسابيع وهي كتعيش الظلام الدامس مع الانقطاع المتكرر في الماء والكهرباء فالرئيس وصلته الاهات ووصلته الاصداء ووصلته المعاناه ديال الساكنه فخاف وما تجاوش معاهم وخاف ان الساكنه تجي عنده هنا وان الساكنه تجي تحاسبه هنا وتقول له انت رئيس فاشل وانت ما درت حتى شي حاجه فاضطر انه يغلق الدوره. كنحملوا الاغلاق ديال الدوره كنحملوا مسؤوليه رقم واحد رئيس المجلس الجماعي وثاني واحد هو السيد باشا المدينه اللي كنحملوا مسؤوليه لان في الدوره السابقه كان الاغلاق وخرج عند واحد النائب قال له خلي الناس تدخل وخلى الناس تدخل ودابا السيد باشا ما شفناش وراه مخبي والامور راه نتوما كما كتشوفوا الدوره مغلقه وحنا كنعانيو الساكنه باقي كتعيش الظلام والرئيس فاشل وساد الودين ديالو ما كاين لا استجابه لهم يحزنوا. مواطن من الصخيرات الحجري رداد ملقب بدويده من الصخيرات جايين من الرباط صحافه سلطه رابعه وما خلاهمش يدخلوا علاش هاد الصحافه جايين خاسرين ليسانس وخاسرين الوقت ديالهم وفايقين علم الله في 6 الصباح ما تخليش الصحافه يدخلوا ما تخليش المواطن يدخل دازوا 4 الرياس ما عمر شي رئيس دار جلسه مغلقه حتى اللي كنت اليوم سيادة الرئيس علاش غدير جلسه مغلقه راه كما قال جلالة الملك اكسير صوت اختار الرجل المناسب في وقت مناسب صوت عليه اليوم وحاسب غدا حنا جايين نحاسبوك اليوم حنا راه مضرورين علاش حنا جينا اليوم هنا حنا راه مضرورين حنا راه كاين حنا عندنا الدوار والله العظيم الاخوان لكن بعض المرات كاين اللي كيخدم الضو ساعه ونص ولا ساعتين حنا ما عندنا اطفال كيحفظوا حنا ما عندنا ثلاجه ما عندنا تلفازه حنا ماشي مواطنين واش حنا عندنا حق في السكن عندنا حق في الماء عندنا حق في الضوء عندنا حق في الدراسه عندنا حق في اليد العامله حتى حاجه ما كاينه في الصخيرات راه والله ما نضم الكر خرج عندنا ساعه الرئيس كيما خرجت عندنا في الانتخابات خرج عندنا دابا حنا ما غاديش نعايروك حنا ما جايينش نعايروك ما جايينش نقصوا منك ما جايينش حنا جايين نهضروا معاك على الحاجه اللي كنعيشوا فيها على الوضعيه اللي كنعيشوا فيها انا بغيت غير خطاب من ديال جلاله الملك يطبق في الصخيرات ولا مطبق بغيت غير خطاب اللي قال سيدنا ولم طبق انا راه من الرجال اللي حررت البلاد انا راه من الرجال اللي سمحت في والديا سمحت في امي معذوره عرشه راه كلهم كيعرفوها زحافه ومشيت وحررت البلاد واليوم باش تطلع انت الرئيس تحبسني ما تخلينيش ندخل علاش في كاين المشكل فيك انت اول رئيس في تاريخ الصخيرات مسير هو هذا اللي كاين دابا هنا دايرين به شي وحدين يلاه كيقلبوا على مصلحه العائلات ديالهم فقط ما كيقلبوش على مصلحه الصخيرات راه الصخيرات مهمشه راه انا كنطلب من سيد العامل يتدخل كنطلب من جلاله الملك يتدخل راه الصخيرات واحد الحاله ولا يرثى لها راه الكريساج بنهار راه المصائب كحله بنهار طلبنا الحمل الوطني ما كانش اللي يهضر عليه باش ندخلوا للصخيرات طلبنا سبيطار كبير ما كانش اللي يهضر معنا ما كانش اللي يجاوبنا حنا كنعيطوا عليك سعيد الرئيس باش تدخل غير الرضال في الضوء اللي كيتقطع ما تدخلتيش واليوم كتحبس المواطنين ما تخليش يدخل علاش علاش المواطن صوت البارح؟ علاش واش هذا هو التغيير سيادة الرئيس؟ هذا هو التغيير؟ ها يلا غيرتي حوايجك يلا صلحتي قميجتك هذا هو الإصلاح اللي قال سيدنا ثاني مرة أو ثالث مرة هو كيحبس الدورة ديك المرة أنا الدخل ديالو حبس عباد الله وناض واحد من المستشارين ديالو هضر مع الباشا ودخل ديالو وخلى عباد الله برا واش خيرات ما مصوتاش كاملة؟ دابا راه ما بقيتيش أنت دابا كتقول هذاك الدور ما صوتش عليا راك محسوب في الصخيرات كامله مصوت عليك حيدنا الحيازه باش تقول داك الدوار صوت على فلان او صوت على فلانه هذيك هضره حيدوها
هذيك هضره محيوه. شنو الرساله ديالك دابا حاليا للرئيس باش؟ الرساله ديالي السيد الرئيس، علاش غادي يحبسنا ما يخلوناش ندخلوا؟ بغينا يخرج عندنا بواحد القرار، بغيناك في العشيه تخرج بواحد القرار السخيرات، علاش ما خليتش مواطن يدخل؟ بغينا نعرفوا السبب، واش منا حنا او منك انت؟ راه مليون في المية منك انت الرئيس، وهذوك الناس اللي دايرين بك يلاه كيبلغوا على ديالهم، راه ما كيبلغوا. خرج الدواور يا سعد الرئيس، خرج الدواور، انتم حادقين على الدواور كتريبوا ليهم، ها؟ انتم حادقين على الدواور تريبوا ليهم، شوفوا المصير ديال الدواور، راه كاين اللي ما عندوش في جيبته خبزه، راه فهاد السمر والله اختي ما تقدر تدخل لشي براكه بالله، الا النده كيطيح عليهم، الله شاهد عليا، واش هذا اللي كيتقطع لي الضو باش ولده غيحفظ؟ ها؟ حنا ما عندناش دراري كيحفظوا، ما عندناش ثلاجه، حنا ماشي مواطنين. نتحنا احنا مواطنين. حاولتوا تتواصلوا مع الرئيس ولا ما حاولتوش؟ اتصلنا معاه مليون الف مره. شنو الرد؟ ما كيجاوبش. ما كيجاوبش. الجواب ديال الرئيس ما كيجاوبش. الجماعه؟ احنا اختي احنا ماشي برانيين، احنا عندنا الاعضاء من الدوار، فينا هما الاعضاء اللي غيبلغوا؟ علاش انا غادي نجي هنا؟ لو كان عندي عضو اللي غادي يبلغ ما غنجيش اختي هنا، خاص العضو اللي يبلغ. العضو اللي يقول سعد الرئيس داك الدوار راه فيه وفيه، تقطع عليه البارح الماء، تقطع عليه الضو، داك الدوار راه خاصو، هذاك الدوار ما كاينش هاد الهضره هادي. واش هذا هو القرار؟ واش هذا هو الخطاب اللي قال سيدنا؟ ها؟ واش هذا هو الدستور؟ السخيرات شادت الدستور من رجليها ماشي من راسها. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.